حضرتك متهم إنك حولت البرنامج الدعوة والفتوى لفقرة كوميدية. جميل جميل جدا. الأول أسأل حضرتك ما المراد بالكوميديا؟ إذا كان المراد بيها اللي هو في الأدب القديم اسم الملهاة فإحنا أبعد ما نكون عن اللهو، وإذا كان المراد بها الإضحاك فالنبي عليه الصلاة والسلام ياما ضحك الصحابة وضحك الأمة كلها. طب حضرتك زعلت ليه لما الفنان عادل إمام عمل فيديو قلدك فيه؟ هو أنا ما زعلتش إنه قلدني، ولكن زعلت إنه قلدني في مقطع مقصود لحاجات تانية. يعني هو لو قلدني في طريق كلامي في طريق إجابتي عن سؤال لواحدة سائلة كنت أشكره، إنما اللي هو قال بالحرف الواحد يسأله واحد مصري يقول له مجلد 19 عليه يلا بقاش وجع دماغ، أنا عمري قلت كده. يسأله واحد سعودي يرحب بيه وبتاع، ليه هو سعودي هيدفع فلوس على المكالمة؟ سؤال أبجدي يعني. ومع هذا الناس عندها شهوة انت ليك مكالمة جات في الاستوديو مصري سعودي ألماني أي حاجة، ليك الإجابة اللي طلعت من مبروك عطية، تريد أن تقلده بحركاته بنبر صوته كما فعل كتير منهم حسين ومنهم ناس كتير جدا ونجحوا في تقليدي وخدوا أكتر من اللي انت قلت عليه يا زينب، وده مشاهدات وولاد فنانين قلدوني ومفيش مشكلة. يعني حضرتك ما زعلتش من التقليد لكن زعلت من المضمون. أيوة طبعا من مضمون الفيديو طبعا.